جيت والله لا ترزق سكنتين مها ويوم سكنتين وقالوا لي بي محل صوف قاعد يشتغل وجيت عليهم قلنا لهم والله شاتكم تريدون عمال احنا والمين وقمنا نشتغل شلون علمونا قالوا لنا تعزلون الاسود من الابيض هذا الاسود والابيض نعزل الاسود الحاله والابيض الحاله قعد الكيلو 25 ثمن انفس والمعاق واني عمري 65 سنة ألقى الوسخ ألقى الأدواء ألقى الشيء أطلع انزهدت أقتل حالي تطلع لي 100 كيلو على 25 يجوز لحق الخبز والغداء يجوز لحقه يجوز ما لحقه والمدبر الله وولد وجعد بلا جار أدفع آجار بالشهر 30,000 ولا حصل الأجر ولا حصل المعاش الإتامة احنا نشتغل معمل الصوف على طريق الماقف احنا طريقة عملنا نشتري صوف من أهل الغنم من الماقف وعدنا 25 عيلة تنقون الصوف الأسود وينقون الصوف الأبيض ونشتري من أهل البرية صوف غنم مو مغسول احنا نغسله